اهلا بيكم. واحنا لسه بنتكلم على يعني ايه مشروع، او هي ايه السمات اللي لازم تتوفر في المشروع. عايزين دلوقتي نتكلم على واحدة من السمات اللي الحقيقة الكلام بيزيد ويكتر عليها يوم بعد يوم، الحقيقة هي الكواليتي. اي مشروع تشتغل فيه لازم يبقى فيه متطلبات للجودة فيه. اوكي، ده كده مبدأ. هو ايه الجودة؟ هو ده اللي احنا عايزين نتعرض ليه شوية دلوقتي في كلامنا. تعال يا سيدي بص معايا وقول لي، لو تعرف العربية نص نقل اللي بيسموها الدبابة دي، او بيقولوا عليها ساعات ربع نقل، اللي بتشيل طن وربع دي. عربيات حلوة يعني، ناس بتنقل عليها فاكهة وبتنقل عليها خضار وناس بتنقل عليها حاجات جميلة دي. واعتقد برضو شفنا وعارفين حاجة اسمها العربية المرسيدس. اوكي، عربية المرسيدس مش محتاجة اعلانات. طيب، مين الكواليتي بتاعتها احسن، المرسيدس ولا الدبابة؟ ارجو ان انت تكون قلت ان دي ملهاش علاقة بدي. اوكي، الكواليتي هنا كواليتي بتاعت ايه؟ لو عايز تتكلم على القدرة على حمل ونقل الأثقال، يبقى أكيد الكواليتي بتاعت الدبابة أحسن من الكواليتي بتاعت المرسيدس ولا لأ؟ لو عايز تتكلم على رفاهية الجلوس جوه العربية، أعتقد إن المرسيدس هتغلب الدبابة من غير أي يعني فصال، صح ولا لأ؟ يبقى هنا الكواليتي، كلمة كواليتي كلمة للأسف من كتر ما استخدمناها فقدت معناها. هي في الأصل إيه المعنى بتاعها؟ هو تحقيق متطلبات العميل، فول ستوب. أنا عايز قميص لونه لبني، مقاسه كذا كذا كذا، قماشته قطن، ويكون مثلا إيه، يستحمل لو شديته كده ما تقطعش. مش دي الكواليتي؟ أوكي؟ دي الكواليتي اللي أنا عايزها. الكواليتي دي تتكلف 10 قروش مثلا، يوم ما تصرف عليها زيادة تبقى 11، يوم ما تعرف ترخص لي فيها شوية تبقى 9. لو انت رحت جبت لي القميص بتاع ايرون مان، تبقى انت كده حققت لي اعلى من الكواليتي المطلوبة؟ لا، انت ما حققتليش اعلى، انت كده فشلت في الكواليتي. ليه؟ انا جبت لك حاجة احسن، ده ما اعرفش ايه. ايوه، مش ده اللي انا عاوزه، مش ده اللي انا عاوزه. يبقى تحقق متطلبات العميل نمرة واحد، دي اللي مفيش فيها خلاف. تحقق متطلبات العميل، العميل عايز عربية تنقل فاص وصناديق وكراتين، يبقى ما تروحش تجيب له عربية مرسيدس وتقول له عربية مرسيدس احسن. عايز يتنقل برفاهية وبسرعة على الطرق السريعة، ما تروحش تجيب له عربية دبابة وتقول له دي اقوى وهتستحمل وتشيل، صح ولا غلط؟ يبقى خلي النقطة دي في بالك، علشان ده كونسبت مهم جدا 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 جدا. ايه المطلوب في المخرج بتاعك؟ الكلام ده في الكواليتي ينطبق على التصنيع، يتكلم على المشروعات الانشائية، يتكلم على المشروعات الزراعية، يتكلم على عملية التعليم، كل ده في الاخر ايه مقياس الكواليتي؟ ايه المخرجات المطلوبة؟ حققها تبقى حققت الكواليتي. في حاجة اسمها ان انا احقق احسن من الكواليتي المطلوبة؟ يس، بس مش ان انا اروح اجيب لك عربيه مرسيدس بدل العربيه الدبابه، ولا اروح اجيب لك القميص بتاع ايرون مان بدل ما اجيب لك القميص القطن اللي انت عايز تلبسه. اوكي، وانما ايه؟ وانما والله ادي الكونسترينز بتاعت العميل، ادي متطلبات العميل. وانا عارف ان العميل كان عايز اوبشن زياده في المشروع بتاعه، حاجه زياده في المشروع بتاعه، وقدرت احققها له في حدود نفس التكلفه ونفس الزمن. لكن عملت له حاجه هو ما كانش عايزها، انت مش عارفك يا اخي، مش يمكن الحاجه دي تضايقه وتقول له انا قدمت لك حاجه احسن؟ لا، انت ما قدمتلوش حاجه احسن. اوكي، ما يجيش اقول له طيب انا هعمل الحاجه اللي انت كان نفسك فيها دي، بس هدفعك ضعف ثمن، ضعف تكلفه المشروع، او ناخد 3 سنين زياده. الكلام ده ما ينفعش، خلاص. المهم، يبقى احنا لما نيجي نتكلم على الكواليتي، الكواليتي في كلمتين هي تحقيق متطلبات العميل. اوكي، طيب، يبقى احنا كده
اتكلمنا مع بعض على الكواليتي بس المرة دي عشان ما اطولش عليكم. المرة الجاية بقى عايز اتكلم على القيود بتاعة المشروع الكونسترينز، ونجيب سيرة حاجة اسمها السكوب بتاع المشروع ان شاء الله. اشوفكم المرة الجاية.